إذا توقف إطلاق النار تنتقد الأمم المتحدة، وإذا عاد إطلاق النار تنتقد الأمم المتحدة. لما لا وتوقعات الناس من هذه المنظمة الدولية غالباً أكبر مما هي في الواقع، ولسنوات تذمروا من عجزها وانتقدوا قلة حيلتها. مع اندلاع الحرب في غزة ارتفع منسوب الاحتقان والغضب، فتعاظمت مسؤولية الأمم المتحدة، اتهمت بالتقصير في حماية المدنيين في غزة وبغض الطرف عن تهديدات الأمن الإقليمي، وبلغ أن وصفت إسرائيل الأمين العام للمنظمة بالعاجز عن القيادة. اليوم تحاول أن تقف في المنتصف بأن تدعو إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وإلى الإفراج عن المحتجزين، وإلى تحقيق حل الدولتين لضمان أمن الإسرائيليين والفلسطينيين. أكرر دعوتي لوقف إنساني وفوري لإطلاق النار في قطاع غزة للسماح بوصول المساعدات بالكم الكافي، وييسر كذلك إطلاق سراح الرهائن ويهدئ من التوترات في منطقة الشرق الأوسط. الوضع الإنساني في غزة مروع، وما زالت المساعدات الموجهة إلى قطاع غزة تواجه عمليات تفتيش طويلة من قبل إسرائيل. تحاول أيضاً أن توفر آليات لمساعدة المتضررين من النزاعات كالأونروا مثلاً، وتنجح أحياناً وتفشل في أخرى، فهي منظمة ب193 عضواً، لكل تاريخه وطموحاته وأحلامه. قال عنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنها مجرد ناد يلتقي فيه الناس ليستمتعوا بوقت جيد، لكنها ليست بالسوء الذي يظنه كثيرون، ولا عصا سحرية ستحل كل مشاكل العالم، بل هي أمر بينهما ومساحة للكثير من المشاورات وبعض الحلول. أنس الصبار، سكاي نيوز عربية، من مقر الأمم المتحدة في نيويورك.